السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ معاكم جيجي من قناة وصفات طبيعية مع جيجي. النهاردة ان شاء الله وصفتنا جميلة جدا لإزالة الشعر اللي بيبقى موجود تحت الجلد. بنات كتير بتعاني من المشكلة دي، حتى بعد ما بتعمل السويت بيبقى فيه بقايا من الشعر، الجد الشعرة ما بتطلعش بجدرها، وبيبقى الشعر موجود طبعا تحت الجلد بيبقى شكله مش ظريف خالص. النهارده باذن الله هقول لك على وصفه جميله جدا هتخلي الشعره تطلع من جدرها، وكمان بتعمل تفتيح جميل للجلد. كل اللي انا هحتاجه النهارده في الوصفه بتاعتي، على فكره هما وصفتين مش وصفه واحده، وصفه للبشره الحساسه ووصفه للبشره العاديه. هنبدا الاول بالوصفه للبشره العاديه. كل اللي انا هحتاجه معلقه واحده من السكر، ويفضل يكون السكر الخشن زي ما انت شايفه كده، ويكون السكر البني، وكمان هحتاج معلقه واحده من زيت الزيتون. دي بالنسبه للبشره العاديه اللي هي البشره مش يعني البشره الحساسه. الوصفه دي رائعه جدا ليها وما فيهاش اي ضرر على جلدك ان شاء الله. انا اخدت معلقه واحده من السكر زي ما احنا شايفين كده، وهضيف عليه معلقه واحده من زيت الزيتون. هنقلبه بسيط كده، مش عايزاه يدوب قوي علشان انا عايزاكي تعملي بيه مقشر بعد ما تزيلي السويت. هنستخدم الوصفه دي، هتشيليها كده على ايدك وهتدهني بيها المنطقه بعد ازاله الشعر، علشان بعد كده الشعر ما يطلع يطلع من جدره وما يبقاش موجود تحت الجلد. استمري على الوصفه ديت اسبوعين ان شاء الله باذن الله، رائعه جدا جدا ومش هتخلي فيه الشعر يطلع تحت الجلد، والوصفه ديت جميله جدا للبشره الحساسه. اما بالنسبه للبشره العاديه ممكن تستعمل الوصفه ديت، انا هقول لك عليها دلوقتي. هحتاج معلقه واحده من الملح. الوصفه ديت تنفع لاي بشره سواء حساسه او اي بشره. هنضيف معلقه واحده من الملح بالشكل ده، طبعا المعلقه صغننه، هاخد معلقتين من الملح، وهضيف برده معلقه واحده من زيت الزيتون. بنفس الطريقة هبدأ اقلبه، ولكن مش هقلبه جامد قوي، انا مش عايزة الملح يدوب، انا عايزاه زي ما هو كده، بس امزج المكونات في بعض بالشكل ده. برضو هنشيل على اطراف اصابعنا كده وهندهن بيه المكان بعد ازالة الشعر. هتستمر برضو اسبوعين عليه، وان شاء الله باذن الله هتبص تلاقي اي شعيرات موجودة تحت الجلد هتلاقيها بدأت تطلع، ومش هيبقى فيه شعر تحت الجلد خالص. الوصفة دي جميلة جدا، ودول وصفتين يا بنات، وصفة للبشرة حساسة ووصفة للبشرة العادية. يا رب الوصفات النهاردة تعجبكم، واذا عجبتكم الوصفة تنسوش تعملوا لايك للفيديو، شيروا لكل اصحابكم عشان الكل يستفاد، واستنوني في وصفة جديدة مع جيجي للوصفات الطبيعية. لو اول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تضغطوا على اشتراك او سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، ولو عجبكم الفيديو ياريت لايك وشير عشان الكل يستفيد.